شنو هذا النوع تاع الكلاب اللي عندك دابا؟ مالينو. مالينو شحال داير هذا مالينو؟ على حسب البياسة كي داير تقريبا. شحال توصل؟ توصل حتى 5000 درهم بيديغري. من شي بدا من شي بدا بياسات العيانين تاخذ ب 700 درهم، ولكن ماشي شي راس. واش راس تكون ميزه ودينات عبارات ماسك نوار حوليه شاربون ديالها حتى تكون عبار وتكون واصله 5000 درهم. لا راس مين هذه اللي شنو نكذب عليك؟ ما عرفتش. شحال من عام وانت تجي لهاد السوق هذا؟ هذا من كانت عندي 8 سنين. ياك؟ اه. شكرا. شنو لابالاي؟ لا بلوس لابالاي تدق لها هنا عند متى تكون عند ما عند الكلبه تكون عندها شهر ديال الفطامه ديال والديها كدير الفيتينيري تيدقها لك ب 250 بيديكري. خصك ضروري دير عند فيتينيري ويدوز لها لاباراي ديالها، إلا كانت فارغة تطلع عليها السيري ديال لاباراي ديالها. هذا الهاسكي اخو. اشنو الفرق بين الهاسكي والفاسكي؟ هذا مربي، هذا راه غادي العائله الناس زوينين فهمتي. وشحال الثمن تقريبا هذا؟ 1500. 1500 زوين ناضي ديال العائله، ما تخاف من العائله لا والو، زوين. يعني تقضي معاه في الدار؟ اه كان مع العائله، باقي هو فاكسان ديالو وراقي.